البروفة الأخيرة قبل مباراة القمة بتشهد استقرار كبير جدا للنادي الأهلي وعودة أكتر من لاعب لمستواه، أولهم وأهمهم هو محمد عبد المنعم اللي النهاردة كان مكلف بدور مهم قوي وهو الخروج بالكورة. كل ما كرة تجيله هو اللي بيبني الهجمة، هو اللي بيبدأ اللعب من تحت بشكل كبير جدا، وهو المكلف بأن هو يبدأ الهجمة أو أن هو يبني اللعب. الكرة اللي قدامك دي أول ما استلم رفع عينه بيرسي تاو وعمل واحدة طويلة بالمقاس، ولكن ما استغلهاش بيرسي تاو بشكل يعني جيد وضاعت منه بإخفاق شديد جدا. الكرة اللي بعدها تقريبا بدقيقة واحدة أول ما استلم الكرة محمد عبد المنعم بدأ بيرسي تاو إن هو يتحرك وإن هو يطلبها منه، وبالفعل عبد المنعم رمها له بشكل جيد لكن ما وصلتش في النهاية لبيرسي تاو. تعليمات واضحة جدا بأن عبد المنعم أول ما يستلم الكرة يرفع عينه غالبا لبيرسي تاو ويرمي له الكرة، والتعليمات برضو بأن مفيش حد يخرج بالكرة من تحت إلا محمد عبد المنعم. كان واخد النهارده ادوار هجوميه بدون مبالغه اكتر من اكرم توفيق اللي في بعض الاوقات كان بينضم للثنائي منعم وربيعه وكان بيقفل شويه وكان بيدي اريحيه لمحمد عبد المنعم ولعلي معلول في ان هم يزيدوا بشكل كبير جدا. زي ما انت شايف برضو هنا محمد عبد المنعم زايد واخد راحته تماما في الملعب وعمل ثرو باص عالمي لعلي معلول. ثرو باص صعب انه يتعمل من مدافع وصعب ان انت تشوف مدافع في مصر بالتحديد بيعمل كرة زي دي، بيطلع علي معلول بالدقة دي وبالرؤية العظيمة دي. وعلي معلول طبعا بيتحرك بشكل جيد، اللي النهاردة كان نجم المباراة بشكل كبير جدا وكان مميز ويعني كالعادة اداء مثالي لعلي معلول، ولكن للأسف كان متسلل من بداية الكرة. هنعمل شوية تدوير ممل شوية او شويتين وهنخلي اللعيبة تميل ناحية حسين الشحات وعمر السولية يتسحب كده وكوكا يتسحب وكل الناس يعني تميل في اتجاه علي معلول وحسين الشحات عشان نفضي مساحة ونخلي بيرسي تاو فاضي يبقى واحد على واحد وراجل قدام راجل في الناحية بتاعته وتترمي له الكورة من محمد عبد المنعم. عشان كده بشوف النهاردة ان محمد عبد المنعم عمل دور مهم جدا وقدم اداء جيد سواء في الناحية الدفاعية والهدوء اللي كان بيلعب بيه وعدم الفزلكة، كنا طبعا انتقدناه بشكل كبير جدا كلنا في الماتشات اللي فاتت، لكن النهاردة الراجل 10 من 10 سواء في الجزء الدفاعي وسواء كمان في بداية الهجمة والطلوع بالكرة، ولكن للأسف ما كانتش بتكمل لأن انت باني اللعب كله وباني الشغل بتاعك على بيرسي تاو. الراجل اللي النهاردة كان خارج نطاق الخدمة تماما، أداء سيء لبيرسي تاو ومستوى ضعيف، ضيع الشغل المعمول وضيع الجودة اللي كان بيلعب بيها النهاردة محمد عبد المنعم، والإضافة اللي كان عاملها ما ظهرتش بسبب عدم استغلال بيرسي تاو للكرات اللي كانت بتجيله. عشان كده بشوف ان النهاردة بيرسي تاو هو واحد من أسوأ لعيبة الأهلي إن لم يكن الأسوأ، لأن انت زي ما بقولك يعني كان عليه مسؤولية ان انت بتبني عليه اللعب وهو ما اضافش وما كانش بالمستوى المتوقع. كمان من الناس اللي عملت مباراة سيئة جدا ومباراة للنسيان هو انتوني موديست، الراجل اللي لا بيعمل خطورة ولا قناص وبيستغل الكور اللي بتجيله ولا بيضغط ولا بيتحرك ولا بيجري ولا بيقدم مجهود، وبالتالي كان ظاهر النهاردة بشكل سيء جدا ولازم ان هو يقعد الفترة اللي جاية لوسام ابو علي، ولازم كمان نشوف كهربا من جديد مع وسام ابو علي ونركن بقى انتوني موديست وربنا يستر وما نشوفوش بيبدا في مباراه القمه. من ضمن برضو الناس اللي ظهروا بشكل سيء النهارده ولكن معذور بسبب المكان اللي كان بيلعب فيه هو نبيل كوكا. نبيل كوكا راجل راجع من ظروف صعبه من وفاه والده رحمه الله عليه، لكن النهارده كان بيلعب 8 هو وعمرو السوليه، مروان عطيه 6 قلب دفاع في نص الملعب واثنين قدامه 8 عمرو السوليه اللي بشوفه حتى وهو في اسوء حالاته ما بيديكش 0 من 10، يعني لعيب كبير لعيب ممكن اقل حاجه يديك 6 من 10، اما ادكش مثلا 8 9 من 10 فبرضه مش هتلاقيه ضايع. اما كوكا النهارده كان تايه شويه او شويتين بسبب ان هو مكلف بدور مش بتاعه، مكلف النهارده بدور هجومي وهو راجل مش بتاعته، هو تألق في الحته الدفاعيه وكان مميز جدا في ان هو بيلم ورا الناس وان هو برضه بيطلع اللعيبه بكرات طوليه باسيستات، لكن النهارده كان سيء بسبب وجوده في مناطق هجوميه ما هياش بتاعته ومش الحته اللي هو مميز فيها. عشان كده بشوف ان في استقرار كبير جدا في الخطوط بتاعه الاهلي سواء خط الدفاع
لو غاب ياسر لعب رامي، لو غاب قدام شحات بيلعب كريم فؤاد، لو طلع تاو بيلعب رضا سليم، الا حته نص الملعب بشوف ان فيها يعني توتر شويه او عدم استقرار، ولازم ان احنا ان شاء الله نستقر على ثلاثي خلال الفتره اللي جايه من الناس اللي موجوده. عشان كده هستناك انت تقول لي الثلاثي الافضل لنص ملعب النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وبالتحديد للقاء القمه المهم جدا. ودي كده كانت دردشه عن مباراه الاهلي وينج افريكانز، وفي كل الحالات يعني مستوى مقبول للنادي الاهلي. انت بتجرب وانت بتشوف لعيبه وانت بترجع لعيبه لمستواها، او بتدي وقت اللعيبه، مش بتشارك زي بيرسي تاو اللي بقاله فتره، زي مروان عطيه برده بقاله فتره، زي كوكا بقاله فتره برده مش بيشارك ومش موجود في الصوره. فيعني تجارب مقبوله ومستوى في رايي مقبول جدا من مارسيل كولر، خصوصا ان انت في ظل التجارب برضو بتطلع بنتائج ايجابيه قدام البلديه، نتيجه كبيره، والنهارده نتيجه برضو مقبوله جدا وصعود كاول مجموعه. هستناك تقول لي رايك النهارده في المباراه والثلاثي الافضل في رايك لنص ملعب النادي الاهلي، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتتابعني على اليوتيوب وتفعل الجرس، واشوفك في حلقه جديده. احمد فهيم.